أعزائي المشاهدين، معي في هذه الجلسة فاكهة دورات الخليج، معي صاحب أعذب الكلمات في الأغنية البحرينية، معي معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة، وما أعتقد محتاج أقدمك أكثر لأن كلمة عيسى بن راشد تكفي الشيخ. إيه نعم يكفي. الله يسلم. الحمد لله. الله يسلم. الحمد لله. الله يعطيك طولة العمر يا ربي. الشيخ، أنا أتذكر بداية معرفتي فيك عن قرب من خلال لقاء عام 82. نعم. في سؤال، وإحنا الآن في عام 2019، في سؤال لكن قبل كل شيء بالتأكيد كبرنا من هذاك الوقت. والله شوف يا محمد أخوي، كبرنا طبعا، لكن أنا ما أؤمن بالكبر. أنا دايما قلبي شاب وتصور روحي صغير، لكن الإخوان الأردنيين تدش يقولون الإخوان الأردنيين يقولون جيت ألعب ويا البيض ما لاعبني، ما لاعبني، قالوا لي وقتك راح وتعذرني، تلعب معانا كيف وانت لنعم، عرفت؟ فيا محمد يا أخوي انت كبرت. أنا لا، حتى لو يجيك مزيون وبدال ما تقول لك انا معجبه تقول لك عمي ايش حالك، عمي انا يعني اتابعك من صغري، اني ما تحس انك كبرت؟ والله يا اخو شوف، انا طبعا البنات يجوني في كل مكان حتى في البحرين ويسلمون علي، لكن اغرب شيء نعم يمر علي يا محمد لما تجيني بنية منقبة ما تظهر لعيونها وتقول بصور وياك، شو تصوري؟ بقشة سودة ملحفة وأنا لكن يا أخوي الواحد لازم يصير قلبه خضر. صحيح. إيه؟ أما إحنا طبعا مع روحنا ما نقدر أكذب على الناس، كيف اكذب على روحي؟ على روحي. في عوارض، ما نرقد زين، ما ناكل زين، ما نمشي تخلينا نحس فعلا ان احنا كبرنا. الله يعطيك طولة العمر يا شيخ. الشيخ، انا سؤالي كان يعني من 82 اليوم اللي التقينا فيه الى اليوم 2019، شو الاشياء يعني اكثر الاشياء شفتها تغيرت في حياتك وفي الحياه بصفه عامه؟ والله يا أخوي من 82 إلى اليوم أشياء كثيرة تغيرت وتبدلت، حتى تحس أن الدنيا مو بالأولية. أولا بالنسبة للرياضة، هاي أول شيء، إحنا قبل أصدقاء وأحباء وعلاقتنا وثيقة وشخصية وتربطنا مع بعضنا بعض علاقات ما تنقطع. نعم. يعني نحضر المباريات كلها يميع. صحيح. والمنصة حية، نقاش وضحك وتعليقات على بعضنا البعض طول. وبعدين رؤساء الاتحادات ناس كبار يعرفون قيمة الرياضة ويعرفون قيمة كرة القدم، فبالنسبة للرياضة وايد تغير. يعني دورة الخليج الحين راحت منها الرموز اللي كانت أساسية مثل الشهيد فهد الأحمد، مثل المرحوم فيصل بن فهد، الإخوان الشيخ حمدان بن زايد وعقبة الشيخ عبد الله بن زايد وعقبة ناس غير، وبعدين قطر، وبعدين عمان فيها ناس كبار وطيبين، والكويت طبعا فهد، والعراق بعد عندهم، فتغير كل شيء. تغير كل شيء. وحتى الواحد انا بالنسبه لي بالذات لي دورة الخليج احس اني غريب، وبذيك الدوره اللي عرفه ما في، عرفت؟ نعم. هذه بالنسبه اللوبي ما عادت موجوده. ايه، بن هذه بالنسبه للرياضه، اما بالنسبه لحياتنا يا اخوي احنا ملتزمين
احنا غير الشباب الحين ملتزمين ونحترم نفسنا ونحترم الخط اللي ماشيين عليه من سنين ومنين. الحين كل شيء تغير. شو الناس ما عادت هي نفس الناس. شو سبب التغيير في شو اسمه في يعني المجتمع نفسه؟ المجتمع ليش تغير؟ لان دخلت عليه عناصر هو باساسيه كانت فيه. يعني مثلا الحين شبابنا قاعدين يلعبون في الانترنت ويلعبون في التليفون ويلعبون، وبعدين يا اخوي الناس العلاقات الاجتماعيه صحيح. خفت الاول في الفرح والحزن كلنا جهه واحده نعم. وقلب واحد ومقابل بالفرح والحزن. اليوم رساله واتساب هي يعزي ويهني فيها شيء غريب. وبعدين يا اخوي هذه الواتساب اللي انا ما اعرفه ولا اقرا ولا يا اخوي ظهرت فيه كلمات نابيه صحيح. وقليله ادب وفي تخطي على الناس نعم. في كل مكان. يعني لدرجة احنا في البحرين كم مرة نيود ناس يسيئون لنا او لاصدقائنا او لاشقائنا نعم نعم. في هذه اللي كل واحد يطرش لمسج خربط ما له معنى. صحيح صحيح كذي نعم. ولا مالك شغل بالواتساب؟ لا لا ما لا. عندك واتساب؟ ما عارف لا وقعد طول الليل مثل بعض الربع بس قاعد جماعة قاعدين ما يسولفون كل واحد في تليفونه. شو أنا أسأل شو يسوون يعني؟ يسوون نعم. شو نعم. اليلسة هذه شو من رواب اليلسة ما فيها رابط بينهم كل واحد بتليفونه. أقول له ما يسولفون ما من سوالف مثل الأول وتعليقات وضحك وقاش مرة لا. أنت بتصدق أنا مرة في في كوفي شوب. إيه؟ أصلت يمكن خمس بنات كانوا جالسين جنب الطاولة اللي أنا إيه؟ فيها وملاحظ أن كل واحدة منهم ماسكة الواتساب إلين خلصن الجلسة ومشن. أقول للأسف ما عندي كاميرا أخذ صورة وأسألهم يعني الجلسة هذه المفترض أنها بينكم هل كانت فعلا بينكم إيه؟ الجلسة؟ لا يا أخي يعني أنا هل دي النسوان اللي قاعدين يخربطون وش يقولون ولا يسولفون وانا طبعا يجون يسلمون علي صحيح عرف صحيح. لكن عمي يبا يا عمي ويبا قولوا لي باسمي فرحوني شوي يما ابو عبد الله يا اخي ابو عبد الله فالواحد نعم. يسكت بعد يبا اي والله شو وين يبا يقول لهم شاي بعدين اي والله. أعود إلى النقطة اللي تحدثت فيها حول اللمة اللي كانت موجودة. أنا أتذكرها هذه يعني كانت في الفنادق في اللوبي كانوا يجتمعون الجماعة الكبار هذه المركز الخليج وكنا نحن كصحفيين وإعلاميين نبحث عن تصريح ودائما تصريحات من هني تصريح يثير يعني حاجة عند الطرف الثاني ويردون عليه. اليوم ما نلقاها راحة كلها راحة يا محمد. أنا حين الصيب على عادتي ما غيرها أقعد في اللوبي وتلفت يمين وتلفت أبي أقول هالأوادم اللي معانا من آسيا ومن كل مكان راقدين يعني كله راقدين فالإعلاميين رحت لهم فندقهم يوم ما يووني رحت لهم وضبوا علي لأن ما لهم ما عندهم أحد يصرح تصريحات ثير الدورة أو تحرك الدماء الجامدة ما مش. فأنا بعد صرحت كم تصريح يعني حرك المياه الراكدة إيه حرك الماي الراكد الماي الراكد. عموما الشيخ يعني مش أنت بس رحت لهم يعني أنت أكثر إنسان يعني في كأس الخليج وفي الدورات الإقليمية اللي تواجه في دول الخليج أنت أكثر إنسان مطلوب وأكثر إنسان انعملت للقاءات. إيه أنا يا أخوي ما غيرت طريقي نعم. أحب اللقاءات ما رد الصحفيين ما رد مال التلفزيون كلهم أجبر خاطرهم. ليش؟ لأن ما من شحال ما
ما مش. والدولة اللي تعجبني تبي أساهم بعد في إنجاح الدورة قد ما أقدر، وما عندي أنا ما أقدر بعد ألعب ويا اللاعبين، أنا أساهم بالصحافة والتصريحات والتلفزيونات بس، ويكون إسهامي. لكن مع الأسف يعني ما أقدر أقعد أصرح كل يوم لمدة شهر لا معبر وما حد وياك وما حد وياك. نعم نعم. وكانت خطيئة الشيخ عدم دعوتك في دورة من دورات كأس الخليج. إيه كانت خطيئة هذه في حق كأس الخليج أن معالي الشيخ عيسى بن راشد ما ينعزم أو ما توجه لدعوة الحضور. والله يا أخوي أنا للحين مستغرب أن الكويت ما عزمتني. يعني أبى أشوف سبب. أبي يعني الكويت، الكويت ديرتك، الكويت تعزمك وما تحتاج عزيمة فيها، بس المسؤول اللي إيه؟ كان نعم. لكن باقي الدول ما يقصرون، يعزموني ويغدروني ويحترموني. يعني أنا اللي شفته في أبوظبي شيء يعني جميل ما نقدر نرد لهم. أولا السكن رائع، ثانيا الناس في المولات يسلمون علي ويبون يعزموني. أنا إذا أنعزم عند كل واحد معناته معبر، وبعدين ما أكل إلا أكل خاص. فيعني الروح اللي تشوفها هني والاستقبال الجميل من الناس كله شيء يثلج القلب، لأن إحنا إيش خذنا من الرياضة؟ ما خذنا إلا حب الناس. حب الناس عرفت؟ خصوصا هني في الإمارات. طبعا الإمارات بالنسبة للبحرين شيء خاص جدا، لأن علاقاتنا نعم متميزة. نعم. وإحنا يوم يوم الإمارات البحرين وخذوا دورة الخليج ما زعلنا، فرحنا لأنهم جزء منا. لكن لو غيرهم إن كان زعلنا ومتنا. عموما الإمارات بلادكم الشيخ. إيه يعني البحرين نعم والإمارات واحد. نعم نعم. من زمان يا أخوي. نعم. من طريق المحبة وطريق الأخوة وطريق التواصل مهد لنا الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. الشيخ زايد شخصية عظيمة وبسيطة ورجل كريم يحب شعبه ويحب العرب ويحبها للخليج، لأن الدنيا عرقته. يعني هو ما هي من دلال وذي لا ريال، عرف الحياة وعرف الناس ومشاعرهم ورغبتهم وحاجتهم فلباها كلها وما قصر. والحين عياله الشيخ خليفة الله يشفيه ويعطيه الصحة، والشيخ محمد الله يطول عمره، ماشيين على نفس الطريق. نعم. الحمد لله. الحمد لله. فكل الناس نعم يعني تشكر عليكم. شيخ زايد عليه رحمة الله من حب للبحرين كان دائما جلالة الملك وياه دائما. أي. يعني كأنه من ضمن العائلة. أي نعم. الشيخ زايد الله يرحمه يعتبر الشيخ علاقته بالشيخ عيسى الله يرحمه علاقة متميزة. نعم. وعقب ويا الشيخ حمد الملك. نعم. كنا ولي. نعم كنا ولي. يحبه ويحترمه. نعم. والشيخ حمد ما يصبر عن الإمارات. ما يصبر عن نعم. نعم نعم والله نعم. داره والله ما حل في داره الله يسلمك. وبعد دبي لا نعم تنسى نعم دبي. نعم نعم لأن دبي بعد علاقتنا متميزة نعم نعم من زمان. نعم. لأنه مرفع على الخليج البحرين دبي. دبي في المراكب اللي تروح. صحيح صحيح. من أيام الشيخ راشد رحمة الله. من أيام الشيخ راشد. أيام الشيخ محمد بن راشد. الشيخ مكتوم الله يرحمه. الله يرحمه. وحين الشيخ محمد نعم على نفس الخط. دار واحدة. نعم. الحمد لله. نعم. أبو عبد الله يعني خلني أعود يعني بالرواية من البداية. نعم. عيسى بن راشد مواليد عام 1938. إيه؟ هذه الفترة اللي سبقت الحرب العالمية الثانية. إيه؟ تتذكر شيء يعني من أيامنا في الخليج خلال الحرب العالمية الثانية رغم أنها بعيدة لكن أثرت علينا؟ يا أخوي أتذكر أن الحياة كانت صعبة شوي. نعم. الأكل ما كان متوفر عرفت،
والغذاء ممكن موجود، عرفت؟ وبعدين احنا الانجليز كانوا موجودين، نعم، فقالوا ممنوع احد يسمع اذاعه برلين يونس وممنوع بحري، ممنوع يسمع يونس بحري، نعم. فالناس طبعا تبي تعرف الاخبار، الواحد يتلحف وينخش عباله اللي بيسمعون الراديو، يسمع الراديو، يقولون واحد في البحرين فاتح على برلين وسمع خربشه برا ولحف الراديو. فهذيك يعني الدعايات والاشياء، يعني انجلترا في الخليج كله تبي التأييد وتبي الوقوف بجانبها وتبي، كانت الامور بس احنا صغار ما ندرك يعني كل الامور، ومثل الحين. وبعدين ما في تلفزيونات تنقل لك شيء، ولا في اذاعات الا قليله، صحيح، وكلها موجهه لاذاعات يونس بحري، نعم. يعني ما ندري. انا مريت على التاريخ، يعني نشاتك هذا، بس انت يعني مسقط راسك المحرق، اي، والمحرق لها وضع خاص عند الشيخ، نعم، عيسى بن راشد، اي، يعني المحرق يا اخوي، نعم، الاول عباره عن فرجان خاصه، كل فريق له نص، وبعدين الميزه في المحرق التواصل بين النفس، شلون التواصل؟ إذا مرض واحد يودونا المستشفى، إذا سووا عزيمة يعزم إيران كلهم، وإذا ما يعزمهم يطرشون لهم ويتبادلون الأكل الصحون رايحة جاية، عرفت؟ ولهم وضع غير الحين. أول شيء الأذان والشمس تأثر علينا، شلون؟ يعني الناس يقعدون من الصبح، من الصبح، نعم، حق صلاة الصبح، نعم، كل، وبعدين الظهر من يأذن الظهر صك كل شيء، والناس يأتي بيوتي تتغدى وترقد شوي قبل العصر، هذه اللي أغنيات اللي أقول فيها عن في العصر، نعم، يعني ما حد يظهر قبل في العصر، قبل في العصر. وعندنا اعتقادات، نعم، يا محمد، يقولون اللي عقب أذان العصر يرقد يختلف، يصير مينون فكل الناس يحذرون، نعم، تحملوا ترقدون قبل أذان، ترقدون عقب أذان العصر، نعم، ترى حرم مو بزين، مو بزين. وبعدين يا أخوي كنا نمشي على التوقيت العربي، المغرب الساعة 12، وبعدين ما حد يتأخر في السكة، المغرب الساعة 12 بالليل؟ لا، 12 الظهر؟ تسلم الشمس، نعم، وقت غطت الشمس، ايه؟ 12 عربي، هو 12 بالعربي، بالتوقيت العربي، وبعدين، نعم، يعني لو طالع الحين التعجب، يعني ثلاث عربي ما حد يقعد في السكة، أربع ما يقعد للزقرت يقولون، نعم، وهذه الناس الخراب اللي تدري أربع كم، احسب إذا الساعة خمس وخمس خمس يأذن المغرب، الساعة أربع تسع، تسع، يعني تسع الأول اللي يسهر برا، لا هايم بعدين، نعم. وبعدين يا أخوي المغرب ليه أذن أو جريب الأذان، تسمع صوت النعل في الشارع، ردين بيوتهم حق يتعشون، الله، إيه؟ الله، الحين لا حد يرد ولا حد يتعشى، وبيأكل له همبرجر برا، وبعدين ما حد يطبخ الحين، لوين؟ لا، أكل عادي، والعائلة تجمع كلها، وبعدين يعني اعتدنا في البحرين أن نخفف في الغداء ونثقل في العشاء، العشاء بالعكس، يعني أي بالعكس، بالعكس. الحين لا، همبرغر ما تسمع صوت نعل راد ولا تسمع صوت نعل ماشي.
لهالسبب انا يوم سالتك عن التغييرات اللي مرت عليك يعني في حياتك، يعني المحرق هذه المدينه الجميله اللي سكنت قلبك، اللي يعني كل حاجه فيها تمثل صوره من صور زمن مضى، انت مريت المحرق؟ ايه وما عرفتك، عرفت؟ شوف يا اخوي، وانا يا محرق وادور بالسكه، ما حد عرفني فيك يا محرق، ايش دعوه؟ لا، وعندي قصيده اقول فيها ودتني يا محرق قصب ريولي صوب البيت، الله رديت ودموعي تهل، يا ريت ما مريت، يا ريت. وين اللي كانوا لي اهل وكانوا اعز اصحاب، راحوا وخلوا بيتهم الغالي للاغراب، عرفت؟ فانا الحين مثلا انا اتمنى ان ارجع بيتي في المحرق، لكن افكر الناس ما موجودين، وين يراني؟ نعم نعم، وين هلي؟ وين ربعي؟ كلهم راحوا، اللي راح عراد واللي راح بسيتين شمال، وبقت المدينه خاليه ما في الا غرب. نعم 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 نعم، فالواحد بيتاثر اكثر. صحيح، اذا لقى روحه بروحه. يعني ما اخبي عليك، انا اول مره ازور البحرين رحت المحرق، بس يكون اشوف المحرق اللي وصفتها في شعرك. إيه؟ جد يعني، فتشوف المباني، يمكن فيه المباني القديمه وذاك، بس الناس مو بالناس، الناس تغيرت. إيه؟ نعم. إيه؟ السكان تغيرت. الحين عندنا الشيخ أمي وزيره الثقافه، نعم، يجدد البيوت في المحرق. نعم نعم، البيوت العريقه، نعم، والكبيره يجددها. صحيح. يعني انا يا محمد كنت بروح المطار، وقلت انا بدل ما اروح الشارع الرئيسي بديش من وسط المحرق. الله. دشيت تلفت يمين يسار، شلون؟ قلت والهون يا محرق وادور في السكه، ما حد عرفني فيه يا محرق. دعوه ما مش، نعم، اللي الاول يقعدون في الدكاكين واللي يسولفوا ما مش. صحيح صحيح. ايه؟ الشباب اللي تلقاهم في الفريج جالسين. ايه؟ مع بعض. نعم. امير الشعراء احمد شوقي يقول: قد يهون العمر الا ساعه. ايه؟ وتهون الارض الا موضع. الا موضع. طيب وين الموضع ووين الساعه في حياتك؟ الساعه اللي ما تهون والموضع اللي ما يهون. والله يا محمد يا اخوي، الواحد في هالدنيا ما يمشي على كيفه، عرفت؟ فساعات يغادر المكان اللي يحبه ويقعد في مكان اخر، وتصدق يعني حتى في البحرين تشعر بالغربه اذا انت يعني انا في المحرك، تعودت في المحرك. صحيح. ربعي واصدقائي الحين رحت الرفاع، الرفاع عباره عن فلل ما حد يزور احد الا القليل. نعم. ما حد يقعد مع احد الا القليل. نعم. الجيران ما كانهم موجودين، عرفت؟ ما يزورونك ولا يعرفونك، هذه وحده. ثاني شيء يا اخوي شو اقول لك؟ الواحد الأرض اللي مولد فيها والأرض اللي عاش فيها في قلبه تسكنه. ها؟ تسكنه، تغيرت. ايه؟ في الواقع، بس هي ما زالت. يقولون يا محمد، نعم، المربى جتال، لأن ساعات شيء يرجع ديرته يموت. أنا بعود لهذا الموضوع من خلال أشعارك، لكن خلني أيضا أخذ رحلتك إلى مصر. نعم نعم. سنة كم صرت مصر للدراسة؟ شوف أنا رحت مصر سنة 1955. ما شاء الله. إي نعم. كيف شفت مصر؟ في أوغست. نعم. عرفت؟ نعم. وقعدت كم من يوم في القاهرة. قبل القاهرة. نعم. قبل وصولك مصر أبي أعرف الخطوات اللي يعني راسلت فيها الجامعة، وكيف سافرت طيارة، شفت؟ شوف يا أخوي بقول لك، أنا ويا عيال عمي الله يرحمهم كلهم ماتوا، الله يرحمهم، والعمي الشيخ عبد الرحمن
بن محمد بن عبد الله الله يرحمه ودوني وياه، كنت انا بروح لبنان وما الله كتب بيدي ودوني مصر. نعم جيت القاهره. طياره سرتوا؟ ها؟ طياره مبنكات؟ ايه مبنكات على طول رحنا فيها ما نخاف الاول يا محمد الحين نخاف. الحين ما تركب تدري رحت القاهره منبهر شوارع ما شلون شكلها الواحد يضيع ما يدل، فالواحد يمشي طالع فوق يشوف العناوين حتى يرد الاوتيل. نعم كانت القاهره جميله وكانت الشوارع حلوه وكانت المباني جميله والاسواق تلمع في كل شوارعها. كان ما زال عهد الملك يعني بصمات العهد الملكي بعد اثاره باقيه. اثاره باقيه فكل شيء يلمع. وبعدين تصدق يا محمد ان انا اخذت الجنيه المصري 13 روبية ونص اغلى من الاسترليني. اغلى من الاسترليني. اي لكن لو ب 13 روبية ونص الجنيه لا قيمته. اي الحين شاءت الظروف ان صار عندي بيزات وايد بحرينيه خليته قلت ببدلها في مصر ولا الدينار 30 ما ادري كم جنيه الدينار اللي كان قبل الجنيه اكثر من الدينار. نعم ما اعرف انا شلون تنزل الاشياء لكن نفس الشيء الحين الجنيه ما له قيمه حتى لو تعطي طرار يرد عليك يرد عليك. نعم اي لو نعطيه قرش. نعم نعم وبعدين الحياه مزدهره المسرح المسرح شيء عظيم يوسف وهبي امين الريس الممثلين الكبار والمسارح عمري عشت هذا الجو. نعم عشت الجو يعني ما 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 مسرح الريحاني صحيح ما شفت نجيب الريحاني لكن شفت ربعي ماري منيب وعبد الفتاح القصري والجماعه نعم كلهم نعم الكبار هذي ومسرح رمسيس يوسف وهبي وامين الريس والمسرح القومي على الاوبرا. الاوبرا كانت تحفه فنيه موجودة. اللي احترقت هذه ها؟ اللي احترقت اي اللي ما احترقت احرقوها. اي احرقوها كيف؟ اقول لك باقوا الملابس والاكسسوارات كلها وخافوا في الجرد يكشفونهم فاحرقوها. يعني بالله عليك اللي يشوف الاوبرا هذه حد يحرقها ما تكرر. تحفه كانت الحين اوبرا يقولون اوبرا اي اوبرا حتى المسرح العادي احسن منه. وكانت جروبي والامريكان للحين موجود لكن اكسلسور اللي كان يروح فيه البشوات والناظر الراقي ما من شحين تطلب مني يقول ما عندي. شو ما عندك مني تطلب عصير يقول ايش تبي ليمون ليه كهف بنجيب لك متمللين منه متمللين. نعم يعني نعم. غير ف البضايع غير يعني انت تشوف الحياه عندهم احسن. الموضه كانت تبدا في القاهره قبل باريس. الموضه والدنيا لكن بقول لك يا محمد شيء من سنتين رحت القاهره ويا زوجتي والعيال زوجتي قعدت في الفور سيزون. نعم وانا طبعا قعدت في شقتي عندي شقه هنا نزل حولت وقفت على الباب هاي الكلام من سنتين تفاجأت يعني حفله موجوده الناس مال اول ومال الحين انيقين وجميلين وملابسهم راقيه ما يبونهم ذلين في الاعلام ولا الصور ما يبون الا الشيء الكريه يقولون شنو؟ قال الواقعيه. شنو الواقعيه الخرابين؟ ففي عائلات للحين باقيه على لكن عامه كل شيء تغير. كل شيء تغير. والفقر زاد والاشياء سبحان الله. بس الشيخ رغم كل هذا يبقى المصر سحر خاص يعني تروح انا لازم ترجع لها. حب مصر غير طبيعي يعني في نفوسنا. احبها.
احبه واروح لازم اروح مره او مرتين. احب الحسين، احب الفيشاوي قهوه، واحب خان خليلي، واحب اشياء جميله للحين موجوده. موجوده نعم. الصناعات التقليديه، الاشياء موجوده. نعم. وبعض المحلات فيها ملابس حلوه. نعم. وفيها الجلابيات، سبحان الله، الجلابيات احنا في البحرين صرنا احسن والخليج احسن، لان الماده الماتيريال اللي من مو بحلو. يا اخي كان افضل القطن القطن المصري. نعم. افضل القطن كان المصري. إيه؟ القطن المصري يعني عندهم القطن المصري ممتاز. في اوروبا يقولون لك يكتبون على القميص. نعم نعم. قطن مصر. نعم. لكن في مصر يسوون صناعات، لكن بعضهم ما في ذوق. صحيح. مو في ذوق. صحيح. الشيخ طبعا من مصر اخذت يعني بكالوريوس الحقوق. اي نعم. وعملت في البحرين قاضي. ايه. تحدثني عن هذه الفترة، عمل كقاضي يعني قلبك رهيب انت الشيخ. والله يا اخوي شوف يا محمد، جيت من مصر وقعدت شوي وبعدين عينوني قاضي. القاضي الاول يتعب وايد يتعب. ليش؟ لان خصوصا القضايا الجنائيه ما كان عندنا نيابه. عرفت؟ نعم. حقتيك القضيه مكتمله الجوانب. نعم. لا ياخذ القاضي دور بعد ما حقق. فيتعب وساعات يكتشف اشياء ما كان يعرفه. مثلا مرة عندي قضية وراثة. أنا الوراثة مو من اختصاصي، أحولها الشر. حولت الشر السنية. نعم. واكتبوا الوراثة بين سووا فريضة شرعية موجود فيها. قال ولا خال اللي يجيني مكتوب من برا، ترى القضية الفلانية اللي فيه الورثة ما حطوا أخوه من إخوانهم. أوه. لأنه شوي عقله مختل. ناديته أخوكم عندكم أخو كذي، تركة ذي المينون. المينون ما يورث. من قال لكم؟ إحنا نقول لمينون بعد نعطيه. ردينا القضية من أول وطرش وحطوا لو ما كان المكتوب. نعم. ان شاء الله كان ظلم. نعم. وبعدين يا اخوي محمد اتيك قضايا عجب، يعني اتي القضيه تحقق فيها، وانا طبعا بحريني من المحرك، واذا يوم المحرك عندي ما يكذبون يقولون الصدق. صدقيه. وتكتشف انك غير القضيه. دش في متاهات ودش شلون كذي ورايا الشرطه معها. كانوا ما قالوا لي. قالوا لي قالوا ما ادري ليش، يعني شيء غريب. يعني واحد يقول لي شوف انا عيشت من الوقفه انطر الشرطه، شوف انا شاري اغراض من هالمحل ذي وسبوا علي ورقه وقعت عليها. اذا الورقه عندهم للحين انا معترف. معترف. واذا ضاعت انا انكر. تقول لي انا كذي، روح بس بقول انت معترف بعد سنه تقول لي واشغل. يعني بقول لك يا بني قضيه سكران. وكتبوا ذهبنا الى منزله ولم نجده حيث انه مسافر. شو سدين القضية خلصنا ولا منها بيتم شاهد بيتنا. أوه. ولا رحت الهواء كان مسافر. يا يا سافر لا قصيت عليه. شلون قصيت؟ كل ما يعرفني ظهرت له وهو ما قد شافني. يا كتبت لنا مسافر. مسافر. وهو هذا هو. فأشياء كثير. وبعدين تكتشف أشياء أغرب وأغرب.
يعني خصوصا في القضايا الشرعية اللي احنا نحولها للشر ويردونها ويردونها نعم. شوف عجب العجاب، يعني شيء غريب. ما ارتحت فيها كان، ما ارتحت في هذه الوظيفة. هب ارتحت، تعبت لان اقوم بكل الادوار. وبعدين انا مستمر، بس الشيخ حمد لما كان ولي عهد الله يطول عمره طلبني لقوة الدفاع والجيش عشان أعمل القوانين لهم، وفعلا رحت ويابولي مساعد أردني، وأنا طبعا عارف البحرين والنظام البحري، سوينا القوانين بس. واستمريت 8 سنين من مستشار قانوني إلى نائب القائد العام. أنت وصلت لمرحلة وكيل وزارة الدفاع أيضاً؟ إيه عقب وكيل وزارة الدفاع. الجيش كيف كانوا يا كيف التعامل في الجيش؟ يعني أنت شخصياً لقيت نفسك في هذه الوزارة؟ شوف قبل لما كنت عسكري ما كان أحد وياي، نعم، عدد قليل في التأسيس، نعم، عرفت؟ فكنت أشتغل من الصيب لليل، بس أروح أتغدى وأرد. اخترت الجنود واخترت الضباط الناس اللي يشتغلون، وقعدت وياهم وكل شيء ضبطته، عرفت؟ عقب صار وزارة انفصلت فودوني وكيل وزارة، لأن العسكريين الضباط يو أنا كنت أقدمهم، يو فيبدو الوظائف العسكرية، وأنا قعدت في الدفاع بس ناحية مجلس الوزراء. يعطيني الشيخ حمد الله يطول عمره الأوراق مال الاجتماع اللي بيي، أشوفه وأعلق عليه وأحطها حق الشيخ حمد، يروح مجلس الوزراء بس. وأقوم تغيرت الأمور، رحت الإعلام. نعم رحت الإعلام. الإعلام كيف شفته أنت يعني؟ والله يا أخو لا طول عمرك تحت الأضواء. شوف يا محمد، نعم، قعدت 12 سنة في الإعلام، نعم، مجتهد ومتعاون ويا الوزير، بس الوزير مثل النار وأنا مثل الماي اللي تطفي. الوزير يتنرفز بسرعة، نعم، أنا لا أهديهم. وبعدين شوف مرت الأيام في الأيام وأنا أعتز بعمل قمت به في التلفزيون، وهو تسجيل التراث. نعم. أنا اللي سجلت تراث البحرين كله، ولولا ما لو أنا ما سجلته إن كان المحى، نعم، ولا حد درابه. كفو. لكن ناديت الفرق وناديت النهامين العلان وبطبانية والثانيين والمطربين محمد زويد والجماعة ويوسفوني وعبد الله، كلهم مطربين البحرين الأوليين الكبار، سجلت لهم كلهم. بقيت الحين من يجي وزير قلت ها تحمل تراثنا وتحمل بالأرشيف، ترى الأرشيف ذي خطر، نعم، تحمل يمحونه ولا شيء، إيه ترى ما مش ماتوا كلهم، نعم نعم، عرفت؟ نعم. الشيخ يعني أكيد من يعني من شخصيتك شخصية الشاعر، إيه؟ الشاعر اللي في فترة من الفترات كانوا مطربين البحرين 90% من أغانيهم من كتاباتك. خلني أتحدث عن الأغنية بداية، الأغنية البحرينية يعني الأربعينات والخمسينات والستينات كانوا ضاحي بن وليد ومحمد فارس ومحمد زويد، ثم هذا يعني عقد السبعينات بإبراهيم حبيب، أحمد الجميري، محمد علي عبد الله، فيما بعد خالد الشيخ، لكن الآن ما في امتداد لهؤلاء. شوف يا محمد، لما جيت أنا في البحرين شفت الأغنية البحرينية مقسومة قسمين، الصوت وهذه محمد فارس اللي أبدع فيه، وعقبه ضاحي، وعقبه محمد زويد،
يعني وعقب يوسف فوني وعبد الله احمد يعتمدون على الصوت. وبعدين بعض الاغاني يغنيه يوسف فوني وعبد الله احمد، هذا لين يا زحم اللي الشباب اللي يجددون. فكانت القصيده في ذاك الوقت عباره اما يبتدونها بالله اكبر ولا يا رب الكون يا ما لله يا عظيم، وبعدين يتغزلون. نعم عرفت؟ نعم شعر عادي ياخذونه من الكتب بالدفاتر. نعم يعني. وكانت الاغنيه تعتمد على اما شعر حميني من اليمن او ف يعني هاي المجددين. انا لما جيت وياهم ابتديت اكتب اغاني مثلهم حتى ما اصير شاذ، فسويت اسمر ولاغاني. هذه اول اغنيه لك؟ اي هذا اول اغنيه. نعم اجميري حياني وبنظره من عيني النوم جافاني. جافاني يعني مثلهم. نعم ومشيت. وبعدين تعال لازم يكون لنا خصائص. صحيح احنا في اغنياتنا البحرينيه. نعم يعني لازم نستعمل الالفاظ البحرينيه، لازم نستعمل الروح البحرينيه. نعم واللهجه البحرينيه محببه في الخليج كله. الخليج كله. نعم فبدات نعم اكتب نعم اغاني. نعم اختص بشخصيه خاصه، وخصوصا ان انا يعني ما شفت محمد فارس ولا ضاحي. نعم لكن محمد الزوير. نعم شفته على طول وقعدت معاه، وفوني وعبد الله احمد والباقين كلهم. نعم قعدت وياهم. فلما اختصيت بالاغنيه البحرينيه اعتمدت على ثلاثه، احمد الجميري. نعم وابراهيم حبيب ومحمد علي عبد الله الله يرحمه. الله يرحمه. عرفت؟ فبرزت الاغنيه البحرينيه بصورتها وبالفاظها وازدهرت. نعم زين. احنا في وزاره الاعلام اولا لان انسان بيسجل اغنيه لازم نقرا كلماته ونجيزها، واحنا اللجنه ثلاث شعراء. انا عبد الرحمن رفيع حسن كم شعراء. عبد الرحمن رفيع الله يرحمه من نودي لنا صغر صفر يا عبد الرحمن شلون صفر؟ قال يا هجر الله يهدوك انت عبوك عندنا المتنبي ولا عندنا هذا اللي عندنا ما تبي حد يسجل انزين. وبعد نجيز اللحن ونساعده المطرب اللي بيسجل مثل بيروح مصر ونساعده فيسجل. وذاك الوقت كان تسجيل الاغنيه ما يكلف مثل الحين. نعم الحين ياخذون فلوس كثيره. فيجيب الشريط يعطينا الاذاعه او التلفزيون عقب والباقي يبيعه على كيفه. نعم نعم الناس تشتري. فكنا الحين ما حد يساعد ولا حد يهتم الا قليل بتسجيل الاغنيه. صحيح عرفت؟ وبعدين صارت الاغنيه مكلفه فالمطربين الحين ابراهيم حبيب اعتزل، محمد علي عبد الله توفى، بقى الجميري. الجميري بعد ما يسجل وايد لان الاغنيه مكلفه، يعتمد على الحفلات الخاصه اكثر من اعتماده على التلفزيون والاذاعه. عرفت؟ ما مش بعدين انا اتعامل ويا ياهال ما اقدر. وبعدين يا اخوي بقول لك يعني اي شيء يسجلونه لا حد يسالهم، لا حد يقيم الكلمات، لا حد يقيم اللحن، لا يسجل على حسابه يخسر طبعا لان الاغنيه الخربوطه ما حد يشتريها. صحيح صحيح صحيح. فقل المستوى شوي. نعم قل. نعم إيه؟ خلني اتحدث يعني انت قلت لي انك حبيت تكتب كلمات تمثل البحرين، وفعلا يعني مفرداتك إيه؟ مفرداتك يعني فيها كثير من بيئه البحرين، فيها السدره، فيها
في العصا فيها يا زينه عرفتوا الحنه ولا يعني امور كثيره المشموم امور كثيره يعني دخلتها في الاغنيه وكانت طابع الاغاني يا اخوي انا اسوي كلام يبوقونه بعد مني شلون يبوقونه يبوقون كلمه يبوقون كلمتين ولا يعرفون يركبونها عدل يتبي لتركيبي صحيح. مثلا سويت اغنيه وطنيه تقول غير كل شيء في ارضك ديرتي غير بحرك سموك وخضرتك غير الناس تتمنى بحر الطلبه على الدنيا وانت من بدهم يا ديرتي بحرين عرف ولا خاك الا بسوي مهرجان جده قير هذه استعانه يعني شلون خير ورا ما قلتوها قبل والطيبين تشوفها في اغنيه خربوطه والطيبين تعصبه في العصر يعني ما يتاثرون به الا والحمد لله كل اغنياتي ناجحه يعني ماشي عدل ويعتمد المطرب على الكلمات خلني اسمع اول اغنيه كتبتها بالصوره الجديده بعد ما سايرت المطربين الاوليين شوف اول اغنيه كتبتها حق احمد الجميري هذا اللي قلت لك اسمر ولاقوني لا هذه كانت على الكلمات السابقه اللي كانوا يعني ماشيين عليها إيه؟ لا ابا الكلمات الحديثه اللي يعني تعبر عن البحرين وبيئته إيه اللي اثارت ضجه بعد نعم اكبر اغنيه اثارت ضجه والهون يا محرق الله وادور في السكه ما حد عرفني فيك يا محرق ايش دعوه نعم. فهذه شو اقول؟ اقول خلي اللي لاقوني نعم. بعد البراحة ببيت قال ايش معنى تقول بعد البراحة ببيت لأن البراحة كبيرة والناس رايحة جاية ما حد يتواعد فيها عقبها ببيت صده خلي اللي لاقوني بعد البراحة ببيت نظفته طول اليوم اييني وقفت ولا مليت وش فيه مايوني وش فيه خلوني وما حد في المحرك بيت دلوني ما حد عرفني فيش يا محرك ايش دعوه فاول مره اذكر عقب زعلوا على الرفاع قلت شاكن عندنا ويا محرك ويا محرك قلنا ما عليه بنسوي لكم اغنيه سوينا خلي بعود لاغنيه الرفاع نعم؟ لكن بعود لأغنية الرفاع لكن خلنا في المحرق إيه؟ يعني خلي اللي وعدني بعد البراحة ببيت فيها صورة يعني في براحة وخلف البراحة طيب إيه؟ هذه الصورة يعني من نسج خيالك ولا فعلا كانت في براحة كانت في براية يعني فتشة كذي يعني وصف أكثر من خيال ها؟ وصف الوصف وبعدين البراحة فعلا موجودة في البحرين والنسوان لين يوم البراحة يتغشون يمشون لأن هاللون قاعدين عرفت الناس قاعدة ودار ساعد قهاوي يمه عرفت ومع أن البراحة ذاك الوقت إلا نتفهل كبير صحيح لكن احنا نقول براحة براحة ايه عرفت نعم قلت فيها بعد والله لا دوره ودوره في الفرجان واقول يا اهل الخير راعي النشل ما بان نيشانه حبه خال وعيون سود كبار يعني هذه صوره للنشل نعم حتى وايد يقولون لي بعض النسوان يقولون انا يقصدني لان انا حبه خال عندي في المحرك وبعدين الاغاني الثانيه اللي سويتها يعني توقفنا نحن عند الرفاع قالوا لك الرفاع نعم هذه لها قصه الله يسلمك احنا في مصر ويا احمد الجميري وعندنا المطربين ابراهيم حبيب
محمد علي عبد الله كلهم يدرسون هنا وعبد الجوهر وناس وايد. قوم سمعته أحمد الجميري قال لي إيه بس أنا أنتظر أغنية بشمساوية هلي عبد الرحمن رفيع ما بيذي سامحني بانطر أغنيات عبد الرحمن رفيع ما علي عبد الرحمن رفيع رفيجي وصديقي يمكن أحسن مني. رقت ولا خط يا محمد إلا الساعة 6 الصبح طق 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 من يوجيني هالحبزة بطلت ولا أحمد الجميري شو فيه؟ قال الأغنية لا يكون تعطيها حال ترى بيها اللي يعطني مو بزينه مو بزينه توقظني تخرعني. قال ها كان يجيك أحد غيري وتعطيه الأغنية فغنوها. يقول فيها رفاعية رفاعية عرفتك من صفا لونك ومن كثر السحر في طرة عيونك يا حبة خال فوق الخد يلستها أخاف من البسايل لا يجرحونك. الله عرف استانسوا هالربع قالوا ما علي مشكور لكن محرك مو بوحدة مثل الله يسلمك نصايف الليل الناس عني ليه غفت نصايف الليل في وحشة الليل طرش يا ربعي لكم في وحشة الليل سلام من قلب حشى ما قد نساكم وعيون ما ليلة غفت إلا معاكم. أنا أقول فيه سلام يا فيا العصر محلاك ليل وقعدنا فرشنا مدة كلنا عند شت البيت سنين يا فيا العصر نعم يوم نطرناك ما نظهر السكة أبد إلا إحنا وياك إلا إحنا وياك ما حد يعرف في العصر نعم. ولا قيمته إلا واحد عاش نعم في هذه الفترة شو كان في العصر, في العصر نعم. ما قد عرف سنين يا في العصر يوم نطرتك نعم. في غير المحرق أبد ما قط عرفتك ما قط عرفت عرفت نعم. طيب يا سيدي في العصر هذا عطني الصورة اللي كانت موجودة في ذاك الوقت اللي خلته يرسخ في بالك يعني وتلاحظ أكثر من الناس بقول لك إحنا في العصر له تأثير كبير على حياتنا في المحرق. أول شيء يحسبون بالوقت إذا صار الفي عود حتى اللي راقد يوقظونه اقعد صار الفي عود. بعدين ما حد يظهر الا اللي صار في العصر عود ما حتى الدكاكين ما تبطل الا اللي صار في العصر عود واهلنا ما يخلوننا نظهر الا اللي صار الفي عود. الله يحبسوه لا لا كان جزء من الحياه ما حد يظهر في نعم. الشمس نعم جزء من حياتكم كان جزء من حياتنا نعم ميقات الحين نعم. أنا إيش خلاني هذاك خلاني أنا كنت معزوم في مصر على الغداء ومصريين تعرف غداهم المغرب جيت من الغداء ولا شوف في العصر في الأوتيل الله يا في العصر أنا وأنت غريبين في هالديرة كتبت الأغنية في الليل نعم إيه؟ في الليل إيه نعم جميل شيخي يعني من الأغاني اللي يعني اشتهرت بشكل كبير كانت حسبي على اللي غيرك يا ذهب أصلي. اي نعم لكن كل شيء له قصة يا محمد. أنا أبا قصة اي يعني أنا رحت ويا الله يطول عمر الملك حمد رحنا أمريكا نعم هناك في أمريكا كان يدرس كلية الأركان عرف ورحت له حق التخرج ولا أنا شو أقول أمريكا بعيد عن البحرين وحياتهم غير ونظامهم غير كتبت يا زينة ذكريني يا زينة ليه غيبتني بحوم نعم. وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور وارد ويا الصيف ولا الشتاء ليرد
ولا مع الأزهار وقت الربيع والورد. نعم. عاد منها اللي أقول حلفت يا زينة ما فارق البحرين في قلبي مزروعة ومحفوظة وسط العين، أشتاق أشم العود وأوله على الطيبين والحنة ليه حطوه وسود على الكفين. إيه بارد ويا الصيف ولا الشتاء ليرد ولا مع الأشواق وقت الربيع والورد. تدري عاد يا محمد؟ نعم. الحين المحلات التجارية في البحرين طاولات يكتبون عليه حلفت يا زينة ما فارق البحرين، هذا الدلال مال قهوة. نعم. حلفت يا زينة ما فارق. وبعدين فتح محل يبيع كيك لكنه مثل العقيلي. أيوة. تعرفون العقيلي اللي المطبل. نعم. بالهيل. نعم. والزعفران وكاتب. نعم. على القوطي حلفت يا زين، هذا يقول لي انت انطم هذه كلام مالي هات فلوس حق الهندي، ليش تسوون كذي؟ وبعد في الابشره. نعم. يكتبون ومحل تشوكليت يكتبون على قوطيهم حلف. نعم. طيب الشيخ يعني هذا نوع من الإعجاب. إيه؟ عرفت يعني يعرفون. إيه؟ أن هذه. نعم. الكلمة انتشرت يعني يا زينة ذكريني من الأغاني اللي كانت في السبعينات على كل لسان. إيه؟ على كل لسان أتذكر يعني عشنا هذه الفترة نحن. إيه؟ عشنا هالأغاني مارك. تدري بقول لك شيء، واحد من هل البحرين يقول لي تدري كتان قال أنا شارد من البحرين رايح بيروت زين وسمعت يا زينة ذكريني وصحت وجيت البحرين. يودوني كم يوم بس ودوني. نعم. ردتني غنيت الروح. نعم. إيه؟ الشيخ الآن يوم تقول خلي اللي وعدني بعد البراحة ببيت ويا زينة ذكريني ليغير. ما سمعك كل محمد. أقول يعني كلماتك يا زينة ذكريني لي غيبتني بحور. إيه؟ وهناك الكلمة اللي تقول يعني خلي اللي واعدني بعد البراحة ببيت. إيه؟ وحسبي على اللي غيرك يا ذهب أصلي. إيه؟ كل هذه يعني روايات غرامية الشيخ يعني ما أعتقد أن أم عبد الله بتغار الحين هذه كانت لها حكايات حقيقية ولا خيال ولا تقولي خيال لأني ما هذه يعني أشي من الحياة ومع عبد الله ما تزعل. نعم. لأن تعرف الشعر بس أغنية والهون يا محرك دحلتي والله يسلمك. ذيك السنة سوى مسابقة في الكويت صالح شاب الله يرحمه الله يرحمه جاني الجميري وقال لي اسمع عليه وسوي له أغنية فيها ثلاث صور شعبية عارفة كأن عندي. إنسان راسم رسم. نعم. عارفة تطرون. تطرون يا ربع الوفا يا حبابي تطرون يلي على أجمل وطن أنتوا تنزلون خليجنا دار الكرم. خليجنا دار الكرم للعز والعز عنوان. نعم. جمعنا وحدة كلنا من البصرة لعمان. لعمان. عرفت. نعم. شوف عود الصور الثلاث محلاك يا في العصر محلاك ليت وفرشنا مده كلنا عندك شت البيت والدله دارت والحشي عن قوس الاول وطر جمعنا كلنا روح تبدل. شوف هذه اول. نعم. صوره. نعم. 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 فالصور الثانيه بعد نفس الشيء انظلمت هذه الاغنيه. نعم. الثانيه شو اقول بعد في الثانيه نسيت. احنا اللي جمعنا احنا اللي جمعنا واحنا اللي جمعنا ما ادري وحده نسيت يا محمد. اي والله كبرت. كبرنا كنا كبرنا ولا هذه الاغنيه يعني كنا نرددها على لسان لكن تدري بس انظلمت هالاغنيه. ها انظلمت. ايه؟ ما اخذت الجائزه الاولى. لا ثلاث اغنيات بايخه ولا فيها شيء خذوا الجوائز. وينهم أحد يدريبهم لكن غنيتي باقي مشهورة باقي وكل الخليج يغنيها. نعم. نعم. سيدي بعدني ما زلت وياك في الشعر أبي أعرف آخر إنتاجك الشعري آخر إنتاجك. حين بقرأ لك. تفضل. قصيدتي. تفضل. واحد يعني أنا هذي خشوم
لكن بقرهم لك ما عدي. يقول الله يسلمك رجع قلبي مثل الأول، مثل الأول، وأنا ظنيته تبدل، رجع يسأل عن أخبارك، وكان شهور ما يسأل، ما يسأل، غريبة تغيره قلبي، وش اللي رجع الأيام؟ حسبت إنه نسى أحلامه وثر عايش مع الأحلام. قلبه شو يقول لعود؟ يقول له أنا شفت القمر في الليل، في الليل، وشفت نيومه الواير، تذكرت أنه كان سنين مع نيومه علي شاهد، أنا قلبي خضر توه وراء حرمة من حبه، سنين يمشي في درب الحب حرام أرد عن دربه، عن دربه. ورجع قلبي مثل الأول، عرفت؟ وفي عندي أغنية ثانية الله يسلمه بعد آخر إنتاجي، شو تقول؟ أسأل عليك القمر في الليل ليه سير، وأسأل عليك الشمس من قبل ما تكبر، وأسأل عليك كل طير طاير يمر بي، أقول لهم كلهم حبيبي اتغير، وأسأل عليك القمر في الليل ليه سير. أنت الذهب ما سمعنا الذهب يتبدل، يتبدل، وانت حبيبي اللي احبه من سنين اول، الله اكبر على الدنيا وما فيها حتى الاصيل، حبي في قلبه ما طول، ما طول، واسال عليك القمر في الليل ليه سير. هذه بعد أغنية، لكن هذه صورة القمر، تسمح لي عاد يا محمد، هذه صورة الشيخ القمر ليسير، عندي أغنية، عندي قصيدة خاصة أشارك بها الإمارات في عام زايد، طول العمر، عرفت؟ فإذا تسمح لي أقولها، تفضل. هذه عام زايد اللي احتفلنا بكله هني في الإمارات وإحنا في البحر، أقول مرحبا يا عام زايد، نذكرك يا أغلى قائد، أنت شيخنا اللي نحبه يرحمك ربي الواحد، أنت من عمر بلادنا وأنت من أرسى القواعد، أنت يانا الخير وياك ويانا منك الخير واير، لو سنين الغربة طالت أنت وسط قلوبنا قاعد، أنت ما في أبد مثلك كنت في دنيانا واحد، ربنا يغفر ويرحم وتبقى وسط الجنة خالد، سار أولادك بسيرتك وما حد فينا لهم جاحد، اكرمونا واحشمونا، يرحمك ربي يا زايد، وربي يبقيهم لنا مع شيخنا الغالي بو خالد. بو خالد صح، هذه الله يسلمك مشاركة في عام زايد، لأن طبعا الشيخ زايد الله يرحمه شخصية ما تتكرر، وقائد عظيم، إنسان كريم، بنى دولته من شيء بسيط لين صارت دولة عالمية الحين، والعالم يعتمد عليها، فدائما ندعي له بالرحمة والمغفرة. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يسلمه. الشيخ يعني لابد يعني انتقل يعني للرياضه، حاولت ابتعد عنها بس الرياضه غصب تسحبك، لكن قبل الرياضه المطربين اللي غنوا قصايدك سواء كان احمد نجميري الله يعطيه العافيه، ولا ابراهيم حبيب، ولا الله يرحمه محمد علي عبد الله، هل كنت تكتب اغنيه تقول هذه لفلان ولا هذا؟ نعم. شو كان، كيف كان اختيار؟ الله يسلمك، ابراهيم حبيب يحب الاغاني اللي اولا يصير فيها كلام غريب، كلام غريب وجميل وواقعي، عرفت؟ ويحب الكلمات الناعمه اكثر من غيره. نعم نعم. احمد الجميري يحب الصور، اكتب له صور. نعم. ما تغير. بعطيك امثله، ومحمد علي عبد الله أعطيه، لكن محمد علي عبد الله صوته جميل. نعم. ومؤثر،
صحيح. فأعطيه على قد الأغراض. شو أشهر ما غنى لك محمد علي عبد الله الله يرحمه؟ إيش قدنا والهان حتى وانا يمك أحس أنا والهان ودوم في حرمان عندي حكي وايد عندي سوالف شوق شلون أوصلها؟ ما أقدر أوصلها يا حبيبتي حيران. نعم آخره في كلام شوي يعني سجلت ودي إلي شفتك أضمك بصدري وأغمض بعيني وأضيع ما أدري أضيع في شعرك أشم فيه العود ومثل السحر في عروقي دوم يسري عندي حكي وايد عندي وبعد سويت له أغنية عنا وعلى البال عصرية عصرية هذه أغنية عنا وعلى البال عصرية يقول لي لقيت في الكويت عندهم في الأرشيف من ودوها الكويت مونتي خذها وغنوها ونجحت ونجحت بصراحة صوتك كان جميل محمد علي عبد الله الله يرحمه جميل وايد جميل نعم وايد جميل وايد جميل بس هو ما يهتم بنفسه الله يرحمه ما اهتم بنفسه نعم نعم نعود إلى الجميري وإبراهيم حبيب إيه شوف باخذ أمثلة إبراهيم حبيب يحب الكلمة الناعمة وأقول لك الأشياء الناعمة يقول دار راسي يوم سمع الأغنية من عندي نعم وقام يمشي في السكة مذهول أغنيتين أول أغنية بسكوت صوب ببيتكم مريت بسكوت شو أسوي في حبي لكم سنين في قلبي ما مات سنين لي زاد شوقي لشوفكم لي من طريتوا مريت صوب ببيتكم في الليل بسكوت هالبيت اللي ضمكم ورباكم صغار ربينا وسطه كلكم بس الزمن جار غيرنا عنكم غيرنا لكن حبكم غيرنا لكن حبكم إيه؟ نعم إيه؟ هذا والثانية بعد اللي دودهت عليها يقول مرار خلاني الدهر أمر مرار على عشير موفة وناظر الدار ما كن هالسكة شهدت أحلام وواعيد ما كني لاقوني الأهل لاموني الأهل في الحب وزيد وزيد والحين من عقب الوصل مرار 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 وادري كل شيء يروح ما يرد بس قلبي ياخذني غصب صوب الذي ود أطل على باب بولع واروح وارد ما كان هالسكة شدت أحلى مواعيد ما كان لاموني الأهل في الحب وزيد والحين من عقب الوصل مرر شو مرر من عقب ما ضاع العمر شي في ديري لا قلبي بلغني المنى ولا أنا مليت ولا أنا مليت نعم نعم لا قلبي بلغنا المنى ولا أنا مليت ألا مليت كلمة بيقولها حق الناس اللي تشاهدنا خاصة الجيل الجديد إيه؟ يعني هذه الكلمات وهذه الأغاني يعني ربينا علينا شيء فترة شبابنا كانت إيه؟ عليها نسمعها يعني دائما في السيارة ويانا فعلا سواء إبراهيم حبيب ولا محمد علي عبد الله الله يرحمه ولا أحمد الجميري يعني هذه الكلمات الشيخ عيسى بن راشد فعلا إيه؟ يعني الآن أنت تقولها وأنا تمر في بالي خيالات وين كنت أي والله المكان اللي كنت فيه الزمان اللي كنت فيه كيف كنت أسمعها بقول لك أغنية نعم. ما حد سواها ولا يقدر أحد يسويها نعم. شقير لا حط اللي مصوت يدور في البحرين يسأل على اللي راح وما رد من يومين عرفت نعم. اللي مصوت هذه مو مش اللي عندنا نعم وعندكم نعم نعم اللي يقعد يصرخ نعم إذا ضاعت ياهل إذا ضاع ولد إذا ضاعت ضاع حيوان نعم 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 يدور في السكيت يوم نعم نشوف ذي نعم مو مش حتى السعودية نعم يعني تعجبه نعم من وين يوم هالفكرة نعم هالصورة وين بتا نعم نعم وأنا بعد بقول لك ساعات
أسوي أغنيتي معقدة ما حد يفهمه إلا من الخليج. أعطيك مثل. أيوة. إيه مثل يقول علق وخاير ما درى بالبحر غبة. غبة. إيه. علق وخاير ما درى بالبحر غبة. علق وخاير ما درى بالبحر غبة. ما درى بالبحر غبة توك صغير على الهواء وش لك بدربة. بدربة. عرفت. نعم. وعلق وخاير من قبلك انت يا ولد الحب قبلك يا ولد غرب الله بعد صعبه. نعم. من صعوبتها انت. نعم. بس ما ميش. نعم. احد في غير الخليج يعرف. نعم. هذه يعني صوره خليجيه بحته. اي البوم الحب اللنج. نعم. اذا اسمع علق وخاير. الحب قبلك يا ولد ضيع لالاف. هذا شلون قلبك للهوى جدا ولا خوف ولا خوف صوبتك نظرة عين أو ضحكة شفايف ولا اللي صوبك بالهوى كامل الأوصاف. كامل الأوصاف. الله. هذه كلام خليجي بحت. نعم. نعم. أولا صعب على أي إنسان يفهمه. نعم. يعرفه. نعم. نعم. أحمد الجميري أنت تكلمتي عن إبراهيم حبيب ونوعية الأغاني اللي كتبها أحمد الجميري. أحمد الجميري شوف سويت أغاني خاصة طبعا من خلقة الدنيا وإحنا أهل البحرين بالجود ويا الكرم والعز معروفين هذه حق أحمد. نعم. وذي شو اسمها الثانية يا زينة ذكريني. لكن سويت أغاني ثانية. نعم. مثل نعم أغير والغيرة طبع فيني. وسويت بعد أغنية حق محمد عبدو. الله. إيه غناها محمد عبدو هالأيام. نعم. أنا شرهان يا عمري ومن حقي عليك أشرة كبر حبي مع سنيني تضمضان العمر بكرة وأنا شرهان يا عمري ومن حقي عليك أشرة. عليك أشرة. نعم. شيخ نعود للرياضة. إيه. يعني تحدثنا نحن أن دورات الخليج مثلا زمان. نعم. كانت لها يعني رموزها وكانت يعني الملعب حرارته وحرارته خارج الملعب أيضا. نعم. الآن بعد رحيل الرموز وابتعاد البعض الآخر ووصلنا إلى مرحلة يعني كأس الخليج أصبحت دورة روتينية ما تعتقد أنه خلاص يكفي نبطلها الدورة. والله يا أخو شوف يا محمد دورة الخليج قبل فيه ناس يعني شخصيات كبيرة في كل دول الخليج عرفت وفي الشهيد فهد لحمة والأمير فيصل بن فهد الله يرحمه وناس كثيرين موجود والشيخ حمدان بن زايد. نعم. والشيخ عبد الله بن زايد. نعم. يعني شخصيات كبيرة. نعم. وقوية وإحنا يا محمد كل مباراة نحضرها هالمجموعة. نعم. ونقعد في المنصة. نعم. نقاش وضحش وغشبرة. نعم. وتعليق على بعضنا. نعم. البعض حقا ونستغنس الحين ما مش إلا أنا أروح هذا اللي مثل عيالي الرؤساء صاروا تحس إنك غريب في المنصة إيه هذا اللي مثل عيالي صحيح. ما أقدر أتخشمر وياهم ما أقدر أخربط عليهم رحنا الله يسلمك المباراة. نعم. البحرين والإمارات متى هذه والشيخ ذياب قاعد يمي بن زاوير. نعم. أنا نسيت الأول نخرع فيصل بن فهد. نعم. نقول له إذا قطعت صار فاول عليه السعودية نقول بلانتي قال فيصل تطنزون وهو شنو يخطب بلانتي في نص الملعب ما تشوفون لا ما ندري نسامحه ها مو بلانتي تطنزون متفرقين الحين صار فاول في نص الملعب ونسيت روحي قلت بلانتي اللي يقول الشيخ اليوم
هاي بلنتي في نص الملعب. فكنا يعني حتى الدول الثانية الشخصيات تجي ونعلق على بعضنا بعض ونشوله. تنلغي كأس الخليج ولا تستمر في رأيك؟ لا تستمر. تدري ليش؟ لأن الناس في الخليج يحبونه الجماهير أعرف. ويبونه. وبعدين يا أخوي قبل الدول تخسر وايد، الحين يحصلون 30 مليون دولار على الأقل على حسابنا يا أهل التلفزيونات. وبعدين دورة الخليج صارت تنقل على العالم. قبل إحنا في البحرين أول دورة أفلام بالراديو بسيطة بالراديو على الهواء. ها؟ بالراديو مو بالتلفزيون. دورة أولية مباشر على بالراديو كنا نسمع. إيه الراديو نعم. بس. إيه. نعم. تلفزيون مامي. دورة الكويت. لقطات في الدورة الأولى أفلام. نعم أفلام. إيه بس. وعقب رحنا السعودية قامت تنقل بعض المباريات على الهواء في التلفزيون وبعضها تنقلها في الليل. نعم. ما انقلوا مباشرة كل إلا في الكويت. الثالثة. وبس. الإمارات تحتضن كأس آسيا، كيف تشوف البطولة حتى الآن تنظيميا وجماهيريا؟ لا شوف من كل شيء كامل، الإماراتيين صارت عندهم خبرة في التنظيم والإدارة. وبعدين يعني الإماراتيين بطبعهم يحبون الناس ويرحبون الناس صحيح. ويحترمون الناس، لذلك الناس تستانس. فالتنظيم بالنسبة لنا ممتاز وجيد، وفريق الإمارات يعني أحس إنه يرتفع مستواه إن شاء الله. عرفت؟ إن شاء الله. معالي الشيخ عيسى بن راشد الخليفة، أنا سعيد جدا بلقائي معك، وإن شاء الله تكون لنا جلسات قادمة، ورب يعطيك طولة العمر إن شاء الله يا أخوي محمد. وأنا سعيد بمشاركتي في تلفزيون أبو ظبي، وسعيد ان اشوفك عقب مده لاني ما شفتك من زمان. ما ادري وين تنخش. صدق اشوفك في التلفزيون لكن ما تلاقيت وجهك. وانت صديق أنا مقصر. عزيز وغالي وقديم. والاصدقاء القدامى زيد غلطتهم كن من كبرنا عرفت. فان شاء الله نشوفكم على خير. وانا شاكر جدا لتلفزيون ابو ظبي، وشاكر لاهل ابو ظبي كلهم على الحفاوة اللي لقيت منهم. دارك ومكانك مشكور الشيخ. الله يسلمك. الله يسلمك.